ويا ريتني ورا اهلاويه بقى. اول ما دخلت بقول لك ايه، احنا عايزينك تشجعي الاهلي عشان ما تعيطيش، عشان مش عارفه عشان ايه، عشان بنكسب على طول. قلت له انا عايزه اعيط، انا بحب الزمالك وعايزه اعيط. وفي اللي بيقول من الزملكاويه بقى دموعك دي غاليه علينا، وعمالين بقى في الجامعه يوريني صور اللي بنزلت وانا بعيط وانا بعمل كده وانا بعيط وحد بيمسح بمنديل العياط. ولا وصفينات الزمالك دي بقى يعني، غير ان انا قبل اصلا الماتش كان كل شويه بمشي في الجامعه صفينات، لا لا قبل الماتش بمشي في الشارع اصلا المعاكسات العاديه لو صفينات صفينات، فانا بنفض تمام. فانا قلت طب اغير لكم لون شعري ولا اعمل ايه؟ بس انا بحب اللون الاسود يعني، انا يمكن عيلتي كلها شعر اصفر وكده بس انا بحب اللون الاسود. فقلت لا صفينات بقى تغير الشعر الاسود. اللي حصل معاكي انت شخصيا يعني طبعا اغلبه حلو اللي شفناه، انما بالنسبه لك انت اكيد كان في حاجه ضايقتك، احكي لنا عن موقف ضايقتك، كومنت ضايقك. بص هو انا ضايقني في الاول، انا فضلت يوم الماتش ده بعيط لان كنت متضايقه ان خسرنا، وفي نفس الوقت بعديها يعني كان اليوم فقر بالنسبه لي، خسرانين ولقيت بيتحفل عليا على بالليل، بقيت قاعده لا ايه اللي بيحصل ده، ايه طب انا عملت ايه كل ده، طب انا رايحه انا مش بدماغي، انا ما قلتش لحد صورني ولا قلت حد نزل صور ولا اعمل ايه اللي بيحصل ده. وطبعا ده عمل لي مشاكل مع بابايا واخويا، اخويا اصلا يعني بيقولوا له هو انت ليه الدنيا حلو، انا لا ما اعرفش، عشان كل شويه يبعتوا له طب احنا لا بقول لك كلهم كل شويه يبعتوا له احنا عايزين نرتبط بيها، احنا عايزين نتقدم لها، احنا مش عارفه ايه، طب احنا نغير للزمالك يعني. انا اخويا اصلا اهلاوي يعني، بقول لك يعني وصل حلو اخويا وكم حد كده اهلاوي، فبيقولوا له احنا ممكن نغير للزمالك عشان الدنيا حلوه مش عارفه. فهم ما يعرفوش ان هو اخويا، الناس كومنتات من اللي بيكتبوا يعني على السوشيال ميديا، الأرسان كتروا للأسف. وعلى فكرة يعني في منهم بلاقي كومنتات لا احنا نغير للزمالك احنا مش عارفة ايه. بس على فكرة انا دايما اقول يعني يا جماعة، هو احنا على السوشيال ميديا بلاحظ ان مفيش حد بيسيب حد في حاله يعني، ينزلوا لي صورة وانا عندي 14 سنة وكاتبين وعاملين عليها كمان يعني مش عارفة عامل الفوتوشوب رافعين وشي، وانا كنت ساعتها بعمل شعري كيرلي وكده، فمنزلينها وكاتبين قبل الميك اب وبعد الميك اب. طب على فكره دي حاجه ودي من يعني من انا عندي 14 سنه ودي وانا عندي 22 سنه يعني، اكيد في فرق. هو مين فينا يعني، مين فينا بيبقى زي ما هو؟ اكيد في فرق. وبيقولوا كمان ايه، اصل دي عيطت عشان تتشهر. طب هو انا اصلا يا جماعه عيطت عشان تشهر ليه؟ يعني انا مش محتاجه كده، مش محتاجه. انا من عيله فنيه مشهوره وانا اصلا يعني ممثله واصلا بطلع في برامج من وانا عندي 13 سنه يعني، البرنامج اللي هم واخدين صوره منه ده كان عندي 14 سنه، وكنت بغني وكنت طالعه مع سلمى الصباح صاحبتي.